بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. الشيخ صالح حفظكم الله، الحقيقي يسود العالم الإسلامي في الوقت الحاضر العديد من مظاهر العودة والرجعة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مظاهر مبشرة ولله الحمد. البعض ينظر إلى هذه التوجهات بحذر وأنها ليست مرتكزة على علم شرعي أصيل، ولذلك من الممكن أن تزول وتتلاشى بين وقت وآخر. والبعض ينظر إلى هذه الرجعة أو ما يعرف في مصطلح البعض بالصحوة الإسلامية بنظرة تفاؤل كبير. شيخ صالح، ما هو تعليقكم على مثل هذا الأمر؟ لا شك أن هذا الدين سيظهر مهما تكالب الأعداء ومهما وقف ضده أهل الشر، فإنه سيظهر وسيتغلب بإذن الله. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا بد أن يظهر هذا الدين بسلطته ونفوذه أو بسلطانه ودليله ووضوحه على ما خالفه من الأديان ومن عارضه من المعارضين. هذا لا بد منه، ولا بد أن تتضح الحقيقة أمام العقلاء. مهما زيف الأعداء ومهما روجوا ضد هذا الدين، فإن شمس الحقيقة ستكشف هذا الضباب الذي روجه أعداء الدين حول هذا الإسلام وحول هذا الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. لا بد من هذا. وأما ما تفضلت به من صحوة الشباب ورغبتهم في الخير، كثرة التائبين والراجعين إلى الله، فهذا من هذا الباب الذي ذكرنا. هذا من ظهور الدين وظهور الحقيقة، وأن الناس ملوا الآن من المناهج والمذاهب الأخرى والمغريات، وملوا من الكذب والدجل، اتجهوا إلى الحقيقة، وليس أمامهم حقيقة إلا هذا الدين. الباقي كله زخرف وكله بهرج وكله كذب. فرجوع الناس إلى هذا الدين أمر حتم، وهذا شيء أخبر الله سبحانه وتعالى، أخبر الله جل وعلا عنه: يظهره على الدين كله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا شيء حقيقة، شيء ثابت. وتوجه الشباب وتوجه الناس نحو هذا الدين، هذا مما أخبر الله عنه سبحانه وتعالى. ولكن الشأن في استغلال هذا التوجه، فإن استغل هذا التوجه من الشباب وغيرهم نحو الدين استغلالا حسنا وفقهوا في دين الله عز وجل، ورجع هؤلاء الشباب وهؤلاء التائبين رجعوا إلى أهل العلم واسترشدوا بآرائهم، صار هذا الرجوع حقيقيا واستمر وأفاد. أما إذا استغل هذا الرجوع أهل الشر وأهل النفاق، فوجهوا هؤلاء الراجعين إلى الدين، وجهوهم توجيها سيئا وزيفوا عليهم الحقائق باسم الدين، فإن العاقبة ستكون سيئة. الخوارج من قبل كان عندهم دين وعندهم حماس، عندهم محبة للجهاد في سبيل الله وغيره على الدين،
وعندهم عبادة عظيمة من صيام وصلاة وتلاوة قرآن، لما لم يكونوا على وجه صحيح وترتكز يرتكز توجههم على دين صحيح وفقه في دين الله، صار وبالا عليهم، صار وبالا عليهم، وحصل عليهم من النكبات ما حصل. كل هذا بسبب عدم التوجه الصحيح وعدم الرجوع إلى أهل العلم وعدم الرجوع إلى أهل الفقه في دين الله عز وجل. لما استقلوا برأيهم واستثارهم الأشرار باسم الدين والغيرة، حصل عليهم وعلى غيرهم من النكبة ما حصل. فالواجب على أهل الصحوة وعلى الراغبين في دين الله عز وجل، نسأل الله أن يزيدهم من الخير وأن يزيدهم من الثبات، لكن نريد منهم وننصحهم أن يتوجهوا إلى العلم الصحيح وإلى أهل العلم وإلى تلقي العلم عن أهله، وإلى استغلال فرصة وجود العلماء لينهلوا من علمهم وتوجيههم، وأن يستشيروا أهل الرأي وأهل الخبرة أيضا وأهل العقول السليمة من كبار السن ومن أهل الخبرة، وأن لا يستقلوا برأيهم أو يستغلهم أعداؤهم من الأشرار باسم الدين. يمكن أن يوظف الدين لمحاربة الدين، هذا شيء واقع، يمكن أن يوظف اسم الدين لمحاربة الدين والقضاء عليه، كما فعل المنافقون من قبل. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. المكر قديم، واستغلال الدين، استغلال هدم الدين باسم الدين، هذا قديم، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر. فهذا الرجوع وهذه الصحوة، هذه إن وجهت توجيها صحيحا أصبحت خيرا على أهلها وعلى غيرهم، وإن استغلت استغلالا سيئا من قبل أهل الشر وأهل النفاق ودعاة الضلال، أو أن هؤلاء أهل الصحوة اعتمدوا على أنفسهم وعلى علمهم وزهدوا بما عند غيرهم من العلم، حصل الشر وحصل الفساد باسم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أثابكم الله، حسنتم يا شيخ صالح.